والله يا اخي الجلد ده اصلا ضروري كمان، اصل انت عارف كيف ضروري الجلد، لانه ليه؟ عشان انت بتكون نظيف، يعني زي اللي عندك طحاره بتطحرطه ماشي لربك نظيف. ملكين ربنا غفور رحيم يعني. والله زي ما قالوا غفور رحيم، وبهناك شديد العقاب طبعا، عشان كده العقاب دي احسن اخدها هنا وقتا اتعاقب هنا، عشان انا اقبل اقدر اقابل ربنا نظيف. حسيت ما خايف شويه؟ لا والله مطمئن تماما. لا يا اخي زي ما قالوا المهم يكون يعني واحد يتوكل بس يعمل شنو. ما تفتكر انه بتخلي مثلا الناس ثانيين ما يقول يكون ما شجاع زيك يعني يقوم يخاف ما يجلس يدخل عشان انا مثلا فرضت لو ما انجلدت معناها زي ما بستلم بابتزاز، انه انا ما انجلد عارفوا ليه؟ خلاص الزول ده يتحكم ويدوني ورقة الحكم عشان اقدر اجي اعمل اجراءات عشان اقدر اشيل بيتي. السلام عليكم. استاذة انا ده من القات وين هو ميمه خليه ورا بس زي تحت عرب وهسه اقول لك امه يعني امه كان في فهمه كان زمان جاء سالته لكن بس الله غالب اذا خايفه الجنه هنا لا لا امه هنا وفي السلامة السلام. هاي. لا شيلين كده. انت بتتذكر الرضاعة ولا شنو انت؟ اه. ما رضعت ولا يوم. لا لا يا زول رضعت كثير، رضعت 6 شهور. معقولة؟ والله لازم. أمها لا ساكنة كان في الفترة دي 6 شهور ساكنة جوا. لكن طبعا أنا والدتي ما جات هناك في الدار زارتها بالناس، والله جات مرتين هناك. ان السوق جاهز يلا بعد ممكن تمشي يعني نسيقة قبل ما يعمل الاجراءات من حقها تجي تزوره هنا تشوفه، لكن طبعا ما تطلع بها ولا شيء ولا اي حاجه. 26 days after Maha gave birth I accompanied her to receive her punishment. انا من هنا ماشا عشان اتك يعني عشان اخد حقي الشرعي اللي هو وضع ربنا القران الكريم. والله ما أكذب عليك مرعبة جدا، لكن بيبقى ما قدامي مفر يعني. أنا أحسن من أقوم يفتشوا لي بالجامعة أو يخلقوا لي مشكلة في أكاديمياتي واحتمال أتفصل وكده يعني، بفتشوني في الجامعة عشان كده لازم أمشي يعني، بأمشي برجلي يعني. وهذا أصلا طريق يعني، يعني ما في طريق. أنا لو ما كان بلغت عن نفسي كان ممكن أكون في الشارع يعني. ما أولا الناس الداخلية ما حيسمح لي إنه أنا أكمل هناك، إضافة لذلك إنه هم يعني حيبروا أسرتي وكده.